الحوار الوطني شهد جلسات نقاشية مهمة لدور المجتمع الأهلي والنقابات والأفكار اللي مطروحة علشان الدور ده يقدر يبان أكتر، وإزاي يحصل مشاركة في القضايا الاجتماعية المختلفة والتنموية كمان اللي بتستهدف المواطن في المقام الأول، وهو ده السبب الرئيسي يا مصطفى في الحوار الوطني. الناس عايزة إيه؟ الناس بتتكلم في إيه؟ أفكارها بتدور حوالين إيه؟ والناس دي ممثلة زي ما انت قلتي في النقابات، عندنا نقابة التجاريين، المهندسين، الصحفيين، المحامين، نقابات كبيرة وفيها يعني رأي ومطالبات كبيرة. عندنا مجتمع أهلي عريض وواسع يعني بيمتد خيره وربنا يبارك فيه دايما من اسكندرية لأسوان. عندنا مجتمع أهلي بيشتغل على الأرض بكل قوة. الناس دي أكتر ناس لمسة وشايفة إيه اللي بيحصل على الأرض، علشان كده جلسات الحوار الوطني استفادت منهم. إيه اللي حصل في الجلسات الأولى للحوار الوطني؟ ماذا تريد هذه النقابات وماذا تريد مؤسسات العمل الأهلي من مخرجات الحوار الوطني، سواء تشريعات مستقبلية أو سواء قرارات تنفيذية من الحكومة؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل من ضيفنا الأستاذ مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات في الحوار الوطني. صباح الخير يا أستاذ مجدي. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. بداية قبل ما نبتدي نعرف تفاصيل، احنا محتاجين نعرف ايه اللي دار بالفعل في جلسات الحوار الوطني من خلال المناقشات بتاعة جلسة النقابات والمجتمع الاهلي. ايه اللي الناس عايزاه؟ ايه اللي حصل في الجلسات بصفة عامة؟ طيب بداية، احنا لجنة بنعتبر نفسنا لجنة نوعية شوية، لان احنا كمان واعيين مع النقابات عندنا نوعين، نقابات مهنية ونقابات عمالية، ودول اصلا دورهم مطلبي، فلما بتبقى مع ناس دورها مطلبي فالامور بتتغير قليلا عن الافراد الاخرين. فاحنا اول جلسه لينا كانت اول امس ويوم الاحد اللي فات، وكانت هذه الجلسه مختصه بالتعاونيات. التعاونيات في مصر اصابها ما اصاب اشياء عديده، وبالتالي يعني طوارى دورها بشكل كبير جدا. النهارده المجتمع محتاج عوده التعاونيات من جديد، لكن السؤال دايما اللي بيطرح نفسه، كيف تعود هذه التعاونيات؟ معلش عشان المواطن برضه يفهم، ما هي التعاونيات؟ التعاونيات دي اللي هي بتبقى أفراد بيعملوا كيانات، الكيانات دي عندنا مجموعة منهم حاجة خاصة في مثلا التعاون الإسكاني اللي هو كان زمان بيساعد الناس إن كل واحد ياخد حتة أرض يعني صغيرة كده يبني عليها بيت، أو ياخد شقة مدعمة، أو ياخد مثلا فيها برضه سلع استهلاكية، فيها حاجات خاصة بالزراعة، بصيد الأسماك، بالنقل، بالمدارس، يعني متشعب. التعاونيات متشعبة ولها دور مهم جدا داخل يعني كانت في مرحلة من المراحل لها دور أساسي سواء في خدمة الناس أو في اقتصاد الدولة المصرية، ولأن كان بتخش التعاونيات كانت داخلة بتخش باستثمارات كبيرة جدا، بالإضافة إنها بتشغل أعداد كبيرة جدا من الناس فيها، وبالتالي كانت مهمة للاقتصاد الوطني وكانت مهمة لفئات كثيرة من الشعب المصري. وبناء عليه لما قعدتوا مع التعاونيات، احنا الجلسة بتاعت اول امبارح كان في يعني الفكرة واضحة، ويعني يمكن احنا يعني يمكن فكرة الحوار ان كل الاطراف يعني في اطراف بتبقى معاه وفي اطراف بتبقى ضد، لكن الميزة بتاعت الجلسة اللي فاتت ان الكل اجمع على ضرورة اصلاح حال التعاونيات. طيب هنصلح حال التعاونيات ازاي؟ لابد ان احنا ما ندفنش راسنا في الرمل، بمعنى ما ينفعش نقول نستنسخ التعاونيات القديمه للوقت الحالي، كل وقت وليه ادائين زي ما بيقولوا. ممكن تبقى فكره التعاونيات بوضعها الحالي ده اللي هو للاسف تردى كانت تناسب مرحله من المراحل الستينات والخمسينات، دلوقتي بقى في مرحله جديده. تعالوا نفكر ازاي نستفيد من التعاونيات في هذه المرحله، تعاونيات 2023 في المرحله الجديده، وايه الانشطه اللي ممكن نشتغل فيها خلال المرحله اللي جايه؟ ده كان سؤال مهم جدا. وطالما في انشطه جديده، طيب تمويل التعاونيات هيبقى ازاي؟ وهل التمويل ده هيبقى قادر على اقامه هذه المشروعات اللي احنا بنحلم بيها في الفتره الحاليه ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. عندي كمان لازم لو احنا وصلنا للنقطتين دول لازم اعرف كمان هيساهم في التنميه المستدامه للدوله ازاي؟ والقانون القائم، السؤال الرابع، هل هيناسب المرحلة دي أو هيناسب دور التعاونيات في المرحلة دي ولا لا؟ فالكل أجمع أن إحنا لابد من، إحنا عندنا 6 قوانين تقريبا للتعاونيات، لابد أن يكون هناك قانون موحد للتعاونيات. وبالتالي يعني إحنا قدامنا مرحلة أخرى، يعني إن شاء الله المفروض هنعمل فيها ورشة عمل، يعني نناقش فيها باستفاضة مسائل، يعني ممكن يبقى في قانون
أو اقتراح بتنفيذ مشروع قانون لتطوير فكرة التعاونيات لتناسب المرحلة الحالية؟ بالتأكيد. ده أكيد التعاونيات خلاص خبر حصري يعني؟ آه طبعا. لا يعني هو التعاونيات بوضعها القديم لن تصلح الآن. وبالتالي لابد ان انا افكر. ده ما كانش مطروح اصلا اعاده استنساخها او اعاده طرح الفكره، اعتقد ده ما كانش مطروح. يعني هو احنا سمعنا كل الاطراف اللي موجوده حضرتك، احنا يعني تحدث اكثر من 40 شخص تقريبا، كلهم اجمعوا على ضروره ان يكون هناك قانون جديد، كلهم اجمعوا على ان لازم يعني تحديث دور التعاونيات، ان في مشروعات جديده لازم تناسب المرحله، يعني كانت الافكار تقريبا شبه واضحه داخل اللجنة، وهناك إجماع على هذه الأفكار. يعني في اقتراحات محددة أشكال مختلفة من التطوير لشكل التعاونيات اللي كان موجود، ولا لسه كله مجال مازال في إطار النقاش بحيث ان احنا نوصل لشكل معين نقدر بقى نقول بيه توصيات بحيث ان يتم تنفيذها؟ والله الأفكار لسه احنا ما استقرناش عليها بشكل دائم، لكن من الممكن ان تشارك التعاونيات في المشروعات القومية، من الممكن ان تشارك التعاونيات في النهضة اللي بتحصل في بعض المجالات. يعني أنا مثلا عندي استصلاح أراضي، يعني الدولة بتقوم دلوقتي بتعمل وادي جديد، إيه المانع أن التعاونيات يبقى ليها دور في الوادي الجديد، تتناسب مع المجتمع المحلي كمان، تبقى مكانها أو تواجدها يتناسب مع الشكل، مش لازم تبقى كلها بأشكال ستاندرد يعني، أو بشكل يعني تبقى بتخدم الشكل الموجود في المكان اللي هتقام. بالطبع لا بد أنها تكون كمان هي هتبقى جزء من منظومة الدولة. التعاونيات دي ليها استثمارات بمليارات الجنيهات، وبالتالي لابد أن أنا استثمر هذا يعني هذه القاطرة في دعم الاقتصاد الوطني. يعني أنا النهاردة ما ينفعش يعني التعاونيات بإمكانياتها بقدراتها أن أنا أتجاهلها النهاردة، لا إحنا محتاجين التعاونيات، لأن النهاردة لو رجعت لنشاطها تاني هتشغل ناس كتير جدا، هيبقى في إنتاج. إحنا دلوقتي كلنا بنسعى. طب إيه اللي ما يناسبش المرحلة اللي فاتت ويناسب المرحلة اللي فاتت؟ يعني مثلا يعني التعاون الإسكاني، التعاون هل بقى بيشمل المجال الصحي، هل بيشمل المجال مش عارف في مجال المقاولات، يعني ادينا امثله يا فندم. يعني مثلا يعني احنا كان عندنا ان هو توزيع الاراضي وتوزيع البتاع، هل ده هينفع دلوقتي؟ ان لا، بقت المسائل دلوقتي مفتوحه، الدوله بتعلن، الدوله اللي بتعمل الكلام، ده يا قائم بذاته، يبقى هو بيتحرك بحريته اكتر، لان الدوله بتقوم بدورها، خلي كل واحد يقوم بدوره، التعاونيات ليها دور، الدوله ليها دور، كل واحد ليه دور، بس منظومه الادوار دي كلها لابد ان تصب في مصلحه الدوله. في فتره من الفترات الدوله كانت بتدي مميزات للتعاونيات لانها كانت عايزه التعاونيات تبقى بالشكل ده والدوله مسيطره عليها او ليها يد عليا فيها. دلوقتي لا، الدوله مش عايزه تبقى ليها يد عليا، لا انا بقول لك اهو اشتغل اللي انت عايزه انا هعمله لك، انا عايز قانون هعمل لك قانون، عايز يعني اعمل لك اجواء يعني تنجح من خلالها هعملها لك، بس اعتمد على نفسك وشوف المشروعات اللي تناسبك وتخليك خلال الفترة اللي جاية تقدر تبقى قوي وتستمر، وانا داعم ليك. وبالتالي في مشروعات قومية محتاجة، احنا محتاجين التعاونيات تخش فيها. كلام سليم. في بنى الاسكان اللي موجود في التعاون في مشروعات الدولة يبقى ليهم حصة ويشتغلوا فيها، يبقى في الزراعة يشتغلوا فيها، في صيد الاسماك البحيرات اللي ابتدت تفتح وابتدت في تطهير، في ايه المانع ان هم يشتغلوا فيها؟ يعني في كانت في مطالب كثيره جدا بمساله ان هم يبقى في جامعه اللي هي الجمعيه التعاونيه، يعني في وسائل النقل، يمكن احنا بنشوف محافظات كتير الجمعيات التعاونيه لنقل الركاب ده كان موجود، لكن النهارده بقت في افكار ايه؟ يعني عايزين يعملوا جامعه. لانه ليهم مدارس فعايزين يعملوا جامعه، لان هم محتاجين ينشروا ثقافه التعاونيات. لازم الناس برضو تبقى عندها ثقافة التعاونيات عشان تقدر تتعامل معاها وتعرف وتفهم دورها وتشارك في نجاحها. ده سؤالي فعلا، يعني في كتير قوي من الشباب مشاركين في الحوار الوطني أو قائم في الأساس على مشاركات وأفكار الشباب وإبداعهم. ثقافة التعاونيات أصلا موجودة عند الشباب؟ لا، الجيل الجديد ما يعرفش يعني تعاونيات، لأن هو اتولد في مرحلة كانت التعاونيات بتتوارى فيها، فما حسش بقيمة التعاونيات. احنا عشنا، ممكن نبقى أكبر شوية، فعشنا تجارب التعاونيات. يعني أنا والدي الله يرحمه كان الشركة اللي كان بيشتغل فيها كان في جمعية تعاونية للشركة، بيروح يجيب القماش من الجمعية دي، وفي آخر السنة لأنه مساهم فيها كانت يطلع له أرباح، يعني كان ياخد بأسعار مخفضة وآخر السنة تطلع له
ده سؤالي بقى، ثقافة التعاونيات مش موجودة عند الشباب، محتاجين الأول نعمل له كده نوع من أنواع التوعية فيها علشان يقدر يقول أفكار، ولا بيبتدي يستنبط اللي بيحصل من النقاش اللي حاصل حواليه ويبتدي بقى هو بإبداعه وبقدرته أكثر على الانفتاح إنه يطلع زوايا مختلفة؟ لو ده موجود النهاردة أي أبليكيشن أنت بتشتري من عليه بيبقى ليك بوينتس، وبعد ما البوينتس بتكبر بتاخد حاجات ببلاش. يعني ده برضو عايز أقول كمان بشكل جديد هو موجود، هو ده الشكل الجديد اللي احنا بنقول عليه للتعاون. احنا ما ربطتش بينها فعلا، دي فكره يعني حضرتك على فكره احنا يعني التعاونيات دي كان زمان هي كده. يعني انا ببقى ليا سهم في الجمعيه التعاونيه وبشتري منها حاجات باسعار مخفضه، واخر السنه بتكسب بروح اخد ارباحي، يعني باخد ارباح كمان. فدي كانت فكره جيده. يعني كل اللي بيحصل دلوقتي التطورات اللي بتحصل، اي نعم الوسائل التكنولوجيه يعني غيرت في الشكل بس، لكن المضمون كان هو. انا بس عايز اكد على حاجه، ان من ضمن افكار اللي كانت مطروحه في الجلسه، ايه المانع ان احنا بعض افكار التعاونيات تطرح داخل المدارس، يبقى في يعني نماذج لمسائل التعاونيات تبقى في التعليم سواء الابتدائي او الاعدادي او الثانوي. طب والنقابات فين بقى، والمجتمع الاهلي فين؟ هل في رابط ما بينهم؟ هل نقدر نخلي اولا التعاونيات افكار مشتركه ما بين النقابات؟ طبعا التعاونيات جزء كان مرتبط ارتباط وثيق بالنقابات، بمعنى ان كل الشركات اللي كانت موجوده في مصر كان فيها جمعيات تعاونيه. وكان ده بيتم بالتنسيق ما بين العمال او ممثلي العمال وما بين التعاونيات. يعني كان في فتره من الفترات كان هناك رابط اساسي ما بين النقابات وبين التعاونيات، لان التعاونيات كانت جزء تعتبر جزء خدمي بيقدم للعمال من خلال النقابات. اللي انا عايز اقوله ان الفتره اللي جايه انا اعتقد ان التعاونيات في مصر هتتحول بشكل كبير وهتبقى جزء مهم سواء من الاقتصاد المصري او التنميه اللي موجوده. احنا نتمنى بس ان يعني تاخذ شكل تكنولوجي متطور مع افكار الشباب، وليه يبقى ليه علاقه بالعالم الهواتف المحموله وعمل التطبيقات الالكترونيه. لا اعتقد ان ده هو ده المستقبل، وهو احنا دلوقتي دورنا ان احنا نسهل او نيسر او نعمل للقائمين على التعاونيات يعني مطالبهم واحلامهم كمان، وكمان احلام بعض الناس في التعاونيات. يعني في ناس كتير نفسها التعاونيات ترجع، احنا كمان احنا هنساعدهم على ده، بس هم يجب عليهم القائمين على التعاونيات في مصر ان هم يطوروا من افكارهم، يطوروا من رؤيتهم، يطوروا من الخدمه اللي بيقدموها للناس. مش هيفضلوا برضو نفس الافكار، لان لو فضلوا في نفس الافكار القديمه انا اعتقد هيبقوا بره المجال، هيبقوا بره لا، لان احنا يعني صدقوني صحيح. الدوله محتاجه التعاونيات والتعاونيات محتاجه الدوله. احنا دول ده جزء من اقتصاد الدوله، وده جزء الدوله هتساعده ان هو يعود للحياه من جديد. طب غيره ايه بقى يا فندم؟ يعني النقابات قالت ايه؟ المجتمع الاهلي قال ايه؟ شوف احنا في الفتره اللي جايه هنناقش بعض القضايا المهم سواء في النقابات، عند النقابات في ملف النقابات العماليه او في النقابات المهنيه او في المجتمع الاهلي. لو جينا مثلا النقابات العماليه، انا عندي النقابات العماليه لها مطالب عديده، مثلا زي عايزين اقرار قانون العمل. احنا بقى لنا فتره طويله بنتناقش في قانون العمل، لا راح مجلس النواب، لا مستني الجلسه العامه، لا رجع الشيوخ، لا رجع النواب. وبالتالي ممكن الرئيس لما لقى في بعض الاصوات اللي بتقول لا لازم نعيد الافكار في القانون حوله للحوار المجتمعي من جديد. احنا محتاجين ان احنا يعني نقر هذا القانون من خلال الحوار الوطني خلال المرحله اللي جايه. محتاجين كمان من في لجنه النقابات العماليه ان احنا نناقش موضوع العماله غير المنتظمه، بمعنى الدوله قدمت الكثير للعماله غير المنتظمه الفتره اللي فاتت، بعد فتره تجاهل تامه، فتره طويله من التجاهل، الدوله ابتدت تركز مع العماله غير المنتظمه وابتدت تحقق بعض المصالح ليهم. آن الأوان إن الحوار الوطني يفكر كيف ندعم هذه الفئة ونحولها من الاقتصاد الغير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتبقى جزء مهم أيضا من اقتصاد الدولة المصرية. دي أنا أعتقد دي مهمة جدا، لأن الدولة لم تبخل على العمالة غير المنتظمة، يعني تبقى بس إن احنا نساعدهم في مسألة هذا التحول. لا يتبقى كثير، يعني ملف سائق التاكسي، ملف الحرفيين من اول الميكانيكي الكهربائي السروجي، الدوله عملت لهم كل ده محتاجين. لا يا فندم محتاجين. بص الدوله كانت حريصه جدا، عارفه ان الناس الفئه دي
بتفضل شغاله وتجتهد وتجيب فلوس وتكسب وما عندهاش مشكله ان هي تدفع جزء من دخلها، بس انا لما اجي ابلغ سن معين يبقى عندي معاش يبقى عندي تامين صحي هتدفع. عملنا له ده هتدفع، ما هو ده في رعايه صحيه يعني اتعمل له، ولكن لما مظله التامين الصحي تكتمل اعتقد الوضع هيبقى افضل للجميع. لا الدوله عملت لهم في القانونين حاجه مهمه جدا، في قانون التامينات الاجتماعيه اللي هو مطبق حاليا قالت بالنسبه للعماله غير المنتظمه أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة اشتراك صاحب العمل وهو والعامل يتحمل اشتراكه بس. وبالتالي لو لا قدر الله حصل له حاجة أو طلع سن المعاش يبقى ليه معاش. بالظبط في قانون التأمين الصحي الجديد أن الدولة أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة هذا القانون، وأن الدولة سوف تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين. اللي هم العمالة غير المنتظمة. يبقى انا ضمنت لهذه الفئه من العماله. لم يطبق بعد يا فندم. نعم لم يطبق بعد. لا لا هو هو بيطبق مرحلي، هو اولا محتاج امكانيات ضخمه جدا طبعا لان انا بحاول منظومه بالكامل بتتكلم في واصلا الحصر اصلا لوحده مرحله. لا هو طبق في بعض المحافظات بس هو المفروض يعني طبقا يعني للموقف ان هو كان يطبق على 10 سنوات يعني فهو ماشي مرحله مرحله، كل ما يعني بيخش محافظات يغير الوجه الطب فيها بشكل كامل والناس تخش. فاحنا في مساله ايه المركل في كل شويه محافظات بتدخل وبتدخل الى ان تنتهي يبقى الكل تحت مظله هذا القانون. اكيد لسه موجودين معاكم ومكملين معاكم، خلينا مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع الاستاذ مجدي البدوي مقرر مساعد لجنه المجتمع الاهلي والنقابات في الحوار الوطني، خليكم معانا بعد الفاصل. ماذا تريد النقابات؟ ماذا يريد المجتمع الأهلي؟ نقابات دي سواء نقابات مهنية بنتكلم في يعني نقابات تجاريين المهندسين ونقابات أيضا عمالية، عايزين إيه من الحوار الوطني؟ المجتمع الأهلي اللي ربنا يبارك فيه أو اللي جهده ملحوظ وملموس من اسكندرية لأسوان، ماذا يريد من الحوار الوطني؟ مطالبهم إيه؟ أستاذ مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات في الحوار الوطني أسعدنا بحديثه عن إعادة فكرة التعاونيات مرة أخرى إلى طاولة النقاش. إزاي كان المصريين في وقت من الأوقات يعني عندهم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، الجمعيات التعاونية الإسكانية كانت جزء من ثقافتهم وده تم إعادة طرحه ولكن بشكل يلائم 2023. تجاوزنا فكرة التعاونيات وخلينا أسأله بقى مرة تانية عن فكرة المجتمع الأهلي. بنتكلم فعندنا عدد كبير من الجمعيات الأهلية، عددها كام؟ لا هو يعني مش هقدر أقول لك حصر كام عدد الجمعيات، لكن أقدر أقول لك أنت محتاج تعيد برضو تساعد الجمعيات أنها تقدم خدمات بشكل أفضل. احنا شايفين بصراحة دور الجمعيات الأهلية مهم تطور جدا. كبير كثيرا جدا خاصة في فترة كورونا وما بعد كورونا. صحيح. ويمكن كانوا هم أكثر ناس بيوصلوا للناس في البيوت والحواري والشوارع وكان والمظلة اللي عملتها الدولة نسقت الجهود ما بينهم وخلت ما بينهم تناغم شديد. طبعا طبعا ده 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 مهم جدا. أنا محتاج النهاردة الجمعيات دي دورها يتطور خلال المرحلة اللي جاية. يعني إيه يتطور خلال المرحلة اللي جاية؟ أنا عندي بعض الجمعيات انحرفت عن خدمة الناس مثلا، لا انا محتاج اقوم هذه الجمعيات، انا محتاج اخلي يمكن ده كان في فتره قبل قانون او قبل المظله اللي جمعت العمل الاهلي، لكن يعني اعتقد بعد وجود قاعده البيانات اللي بقت موجوده والتنسيق وتصنيف الجمعيات الاهليه لكل جمعيه بتشتغل على حاجه معينه خلى الموضوع محكوم اكتر بكتير وخلى الموضوع فيه رقابه على انا بالتاكيد يعني هو يعني دي مرحله يعني المفروض بتطبق حاليا ويمكن يعني كل شويه بيفتحوا الباب كمان يوفقوا موضوع الجمعيات عشان الكل يستكمل يقدر يكمل مسيرته. لكن الجمعيات الاهليه يعني احنا شايفين ان ايه ان برضه لازم يعني تاخد بعض الامتيازات عشان خاطر هذه الامتيازات بتمكن الجمعيات ان هي تؤدي دورها بشكل جيد. يعني الجمعيات بقت جزء مهم من الاقتصاد الوطني، الجمعيات بقت النهارده وسيله داعمه للدوله في مساعده الناس، وده المفروض هو الدور الاصلي والاصيل للجمعيات. لما بقول الجمعيات المشاهد اللي قاعد يسمعني دلوقتي اول حاجه هتيجي في دماغه الجمعيات اللي بتساعد الفقير، عندنا جمعيات تانية خالص ممكن نقول ازاي تساهم في اقتصاد الوطن. على فكره يعني انا النهارده في جمعيات بتساعد المرضى، في جمعيات بتساعد اصحاب الامراض يعني اللي هي بتبقى خاصه زي جمعيات اللي بتساعد مرضى الزهايمر، زي جمعيات اللي بتساعد مرضى وعندنا جمعيات بتعلم
يعني بتقدم خدمه تعليم بالمناسبه. طبعا. يعني انا قصدي ايه، اصبحت الجمعيات النهارده جزء رئيسي داعم للدوله. صحيح. او مكمل زراع لجهود الدوله. ايوه حقيقي. وبالتالي احنا محتاجين هذه الجمعيات اولا تشتغل بحريه، يعني نديها شويه امكانيات وتشتغل بحريه، فلازم اعدل لها القانون وده مهم. وهنقعد مع الناس كل متخصصين الجمعيات بمختلف انتماءاتهم ومختلف افكارهم لان الجمعيات احنا مش عندي جمعيات برضو يعني زي ما انت قلت لا، ما انا عندي جمعيات بتشتغل في بعض المبادرات السياسيه، بعض المبادرات المحميه الطبيعيه، مناخ، عندنا حاجات كتير. يعني المساله مش مساله اللي هي دعم الفقير. لا في جمعيات بتشتغل في اطارات اخرى كتير، وبالتالي انا محتاج اعيد صياغه المشهد بالنسبه لهذه الجمعيات وسهل لهم ازاي يوصلوا للمواطن بشكل افضل. الجمعيات انا بقول لك اهو، يعني يمكن هي مع التعاونيات خلال المرحله الجايه هيبقوا داعمين للناس او بيقدموا خدمات للناس والدوله بشكل قوي. اصلا يعني بص، انا كنت بقرا كتاب كان فيه بيبر مخصوص عن دور المجتمع الاهلي في اعاده الحياه مره تانية لالمانيا بعد الحرب العالميه الثانيه، وقالوا ان الدوله كانت مفككه في المانيا، واللي اعاد المانيا في 10 سنين كان المجتمع الاهلي في المانيا، الروابط المجتمعيه. فمتخيل ان دي كانت حكومه موازيه. انا بتكلم ان انت عندك ممكن يبقى عندك وزاره صحه موازيه، وزاره تعليم موازيه، وزاره، لا احنا مش عايزين حاجات موازيه، لكن عايزين حاجات موازيه داعمه. يعني داعمه بمعنى ايه؟ تسير في نفس لا عندك الجمعيات دي فاتحه فين؟ فاتحه في الشارع والحار. صحيح. فهو عنده عارف ده عنده ظروفه ايه وده عنده ظروفه ايه. ممكن الدوله تبقى بتشتغل بشكل عام وبتشتغل من فوق وبتشتغل ما تقدرش توصل لجوه البيوت وجوه الشوارع. ثقافه التطوع ونشرها وتنظيمها واعاده تقديمها ومشاركه الشباب، ونقدر نفهمهم ان ثقافه التطوع دي مش بس قائمه انك بتعمل خير، لا، ثقافه التطوع دي انت بتفيد وبتستفيد، انت بتتدرب وبتتطور وبيبقى عندك سي في وبتعمل علاقات وبتعمل وقت كويس. يعني اعتقد ان نشر الفكره ده انا بربي مجتمع جديد قايم على التكامل وقايم على الافكار الايجابيه. وده مهم جدا. انت النهارده لما تبقى عندك جيل طالع من الشباب عنده افكار ايجابيه تجاه الناس وتجاه الدوله، ده بيبقى نموذج جيد. مش مجرد ان هو بيبقى بيخدم وبس، لا طبع. لان ده كمان بينتج بعده اجيال بتبقى افضل منه. احنا النهارده محتاجين هذه بيعلم الاجيال. بيعلم الالتزام. ها؟ بيعلم الالتزام، بيعلم ثقافه العمل، بيقدم خدمات، تيمورك، الانكار الذات. يعني مجتمع صحي. مجتمع ايه؟ صحي. يعني الجمعيات دي مش مجرد بتقدم خدمات بس للناس، لا، لانها كمان فكره التطوع ده فكره رائعه. لان انا كشاب مثلا، شاب بيشوف شاب ملتزم بيعمل بيروح يعمل زيه، انا بنشر ثقافه. صحيح. داخل المجتمع بتفيد المجتمع بشكل كبير، وهي ان انا يبقى عندي ناس مجتمع صحي الكل بيشتغل. طب في افكار لتشريعات لتطوير المجتمع الاهلي؟ قوانين عندنا قانون كويس هيبقى عليه بعض التعديلات هيحل كثير من المشكلات اللي موجوده، وبالتالي هنحل مشكله المجتمع الاهلي. لو هي احنا على فكره احنا عندنا يعني يمكن اكتر حاجات، يعني قبل كده بعد ما كان في حصر وتقييد لقصه ان في انشطه خارج للمجتمع الاهلي، النهارده هيبقى في توسيع وترحيب. طبعا. ده جميل جدا على فكره. لأنه جميل ده جدا جدا، لانه ده هيفيد ناس كتير. بالزبط. انا بقول ان الجمعيات المجتمع الاهلي مكمل لدور الدوله مع الناس. ده حقيقي جدا. او جزء من دور الدوله مع الناس. زيه هيبقى لو التعاونيات قدرت تنضج وتشتغل في المرحله الجديده بامكانيات جديده بافكار ورؤى جديده. النقابات بقى هنعمل النقابات المهنيه. ايوه. احنا عندنا الواضح ان احنا عندنا ازمه في القوانين. الكل عندنا كل النقابات المهنيه طالبه تعديل في التشريع لقوانينها. بمعنى احنا عندنا قوانين. تخيلت ان كله طالب تعديل الاجور. نعم. تخيلت ان كله هيبقى طالب تعديلات في لها علاقات بالاجور. لا، هو كل طالب تعديل القانون، لان احنا عندنا بعض القوانين ما زالت اتعملت في الستينات ولم يتم تعديلها. لك ان تعرف مثلا ان قانون نقابه الصحفيين يشترط عشان تبقى عضو في نقابه الصحفيين لازم تبقى عضو في الاتحاد الاشتراكي. الان وما زال، وبالتالي وما زال القانون قائم، يعني رغم سقوط الاتحاد وبالتالي والله حاجات يعني طبعا. يعني هو على فكره
كثير من الحوار الوطني بيدور حوالين مشكلة التعديلات القانونية. هي دي بالنسبة لنا مشكلة. يعني عندك مثلا في حدود 20 نقابة مهنية مثلا 19 نقابة مهنية، هتعدل 19 قانون مرة واحدة مثلا؟ فاحنا هنناقش ده مع الناس خلال المرحلة اللي جاية. محتاجين نقابة للحرفيين يا فندم أو رابطة؟ لا، دي نقابة عمالية مش نقابة مهنية. نقابة عمالية، في فرق بين النقابة المهنية والنقابة العمالية. ونقابة لسائق التاكسي دي كلها نقابات عمالية. تمام. فالنقابات المهنية هنقعد معاهم خلال المرحلة اللي جاية، هنشوف أفكارهم إيه تجاه تغيير هذه القوانين، إيه هو اللي مستعجل وإيه اللي ممكن يستنى شوية، إيه اللي ممكن يتعدل وإيه اللي ممكن يتعمل له قانون جديد. ده كله هيبقى مرتبط بالأفكار التي هتطرح خلال الفترة اللي جاية. اللي أنا عايز أأكد عليه إن إحنا كدورنا كمقرر ومقرر مساعد إن إحنا نسمع الناس وإن إحنا نفهم هم عايزين إيه. صحيح. إن إحنا مش أوصياء على الحوار، لا، هم الناس. هو بس الحفاظ على إدارة الحوار، إن كل الناس يحق لها التعبير عن رأيها، وحضراتكم هتاخدوا الكلام ده ويتم صياغته بشكل معبر عن آراء الناس. يعني حتى لما هنقعد نصيغ هنصيغ في حضورهم وهنحدد الأفكار في حضورهم. الحوار الوطني، عايز برضو أأكد على حاجة، أن الحوار الوطني هو حوار لأنه بين ناس أفكارها ورؤاها مختلفة. مش لو الناس كلها ليها رأي واحد مجتمعة على مصلحة الوطن الحوار ليه؟ لا، الحوار بين أفكار ورؤى مختلفة، وبالتالي الحوار يكتسب أهميته كمان. احنا محتاجين خلال الفترة اللي جاية، احنا داخلين على جمهورية جديدة، مش من المنطق ان احنا نخش جمهورية جديدة وكل شوية ليهم رأي مختلف. عايزين نتوحد حوالين الرؤى والأفكار والمشروعات اللي هنخش بها الجمهورية الجديدة، وده مش هيتم إلا من خلال النقاش. أنا شايف إن في الحوار الوطني في روح إيجابية، والله حتى لو اختلفت بعض الرؤى لكن في روح إيجابية، والناس طبيعي إن الرؤى تختلف، وده شيء صحي علشان وحتى الرئيس قال الجميع يتم تمثيله. حتى الرئيس قال في كلامه إنه لا، يعني إن إحنا ممكن نبقى مختلف، إحنا مختلفين حوالين بعض بس مش مختلفين حول الوطن. الوطن هو الأساس، وبالتالي على أرضية الوطن نتحدث. طبعا الوطن هو الأساس، وبالتالي كل الناس وطنيين، لا في حد يعني ما فيش حد واخد صك الوطنية والآخر لا، ممكن كل واحد يبقى شايف مصلحة البلد من وجهة نظر مختلف، لكن النقاش والحوار بين كل الأطراف بالتأكيد هيوصلنا في النهاية لرؤية جديدة، بس بشرط إن إحنا كلنا يبقى لينا أيديولوجية واحدة وهي مصر. طيب، في قرارات بتتاخد من الحكومة، وده كمخرجات يعني تنفذها الحكومة فور الانتهاء من الحوار، هو قرارات تنفيذية، وفي تشريعات بتقدم للبرلمان. أنا عايز 1 2 3 تشريعات احتمالية، يعني 1 2 3 قرارات تنفيذية من الحكومة كاحتماليات، يعني ممكن نحط عناوين إيه عاملة إزاي؟ بص، إحنا هو دور أولا إحنا في يافطة محطوطة للحوار الوطني. الحوار الوطني ليس لتحقيق مصالح شخصية طبعا أو مطالب فئوية. طبعا الحوار الوطني الهدف منه، وده باين مين اللي جاي يطلب مطالب شخصية في الحوار المفتوح. لو ما كانش الحوار مفتوح في ناس ومعلن برضو، على فكرة في ناس بتقعد وبرضو بتقعد تقول يعني بتضغى عليها المصلحة الشخصية يعني. لكن هو هناك شعار، بس المجتمع شايف هناك شعار أن الهدف من الحوار الوطني هو إصلاح تشريعي وإصلاح سياسات. تمام؟ طيب، عشان نعمل الإصلاح التشريعي والإصلاح السياسات ده، في آلية معمولة في الحوار الوطني لإزاي نوصل دون. إحنا مش دورنا إن إحنا ناخد قرارات، لكن إحنا بنجمع الرؤى ونشوف أفكار الناس ومطالبها وبنرفعها لمجلس الحوار، ومجلس الحوار بيرفعها للرئيس بعد كده، يعني منه للرئيس، والرئيس بيحول ما يراه مناسبا إلى مجلس النواب في حالة التشريعات، وبيحول للحكومة في حالة إصلاح بعض السياسات. يعني المجلس النواب المفروض هيقوم بدوره ويقر هذه القوانين طبقا للمناقشات اللي هتم داخل المجلس بعد أن يتم تحويل القوانين. لكن أنا أعتقد أبرز ما يعني تتوقع أن يتم يعني خروجه من لجنتكم الموقرة، يعني في لجنتنا أنا أعتقد أن قانون إن مثلا بالنسبة للتعاونيات هيبقى في قانون موحد للتعاونيات، ده في اعتقادي. تعديلات في قانون الجامعات الأهلية، هيبقى في تعديلات في قانون الجامعات الأهلية، هيبقى كمان هنشوف في قانون العمل غالبا، يعني سيتم إقرار قانون العمل بالنسبة للملف العمالي وإصلاح بعض الأمور الأخرى زي التدريب المهني ده اللي احنا ما اتكلمناش فيه. التدريب المهني ده حاجة مهمة جدا
للعمال وللدوله المصريه. عندنا الجامعات التكنولوجيه هي بدات احنا عندنا الجامعات التكنولوجيه انا موافق تماما، وعندنا بعض المدارس المهنيه اللي اتعملت تمام، لكن ده المخرجات بتاعته بعد 3-4 سنين، مش معقوله يعني مفتوحه مثلا من سنه او من سنتين وهعتمد عليها بكره، لا لا، ده مثلا جامعه التكنولوجيه بتقعد لها 4-5 سنين على ما يخرج ويخرج يقضي جيش بتاع، ففي فجوه 3 سنين مثلا في الموضوع. طيب النهارده احنا عندنا انماط وظيفيه جديده كل شويه. طب ازاي بقى وعندي مخرجات تعليم لا تتناسب مع وده طرح في وده طرح في الحوار اه طبعا من ضمن المطروح في الحوار. ازاي النهارده هسد الفجوه دي بقى؟ بالتدريب المهني. التدريب المهني في مصر احنا بنصرف عليه فلوس كتير جدا. بس للاسف كل وزاره واخده جزء من التدريب المهني وراح في سكه. لا احنا محتاجين نوحد منظومه التدريب المهني في مصر، وهذه المنظومة يبقى ليها أب شرعي واحد، يبقى ليها سياسة واحدة، في النهاية أبقى أنا عارف بخرة. يمكن الرئيس اتكلم عن مستقبل الوظائف في مصر، مستقبل العمل، لابد أن احنا نهتم بمستقبل الوظائف في مصر. طب هنهتم بيها إزاي وأنا عندي لسه في فجوة؟ لابد من خلال التدريب المهني ده. التدريب المهني ده مهم جدا، لانه يعني هياخد جزء من الناس من الشباب البطاله اللي قاعد في البيت ده، هتاخده يحوله لمهن اخرى يقدر نستفيد بيها. ورجال الاعمال النهارده وهم عندهم كل الحق، ما بيلاقيش، بيبقى فاتح مصنع او عنده وظائف جديده ما لهاش مخرجات في التعليم، او ما بيضطر يجيب من بره. يعني تخيل الدوله بيبقى ممكن يبقى فيها بطاله ورجل الاعمال يجيب من بره. فالوحيد الجهه الوحيده اللي تقدر تخلينا نستغنى عن ده وتساعد رجال الاعمال وتجهز نفسها لوظائف المستقبل هو مراكز التدريب المهني. ده بالإضافة لحاجة تانية كمان، إن أنا ممكن أستخدم مراكز التدريب دي في مسائل العمالة اللي بتسافر بره. يعني أي حد يطلب عمالة من بره لازم النهاردة أخليه ياخدها من مركز التدريب، عشان دي تبقى ضمانة إن أنا بطلع عامل بشكل جيد. أكيد. على اي حال احنا في انتظار توصياتكم ويعني مشاريع قوانينكم. احنا لسه بادئين بقالنا ايام قليله، اكيد اكيد يعني أكيد. طبعا انتظروا علينا قليلا، وطبعا لسه هتلاقوا مجال النقاش واسع، يعني في تطورات مهمه جدا والله. يعني حتى يمكن حتى في المجال السياسي واللي هو واخد وضع، يعني بعض الامور السياسيه واخد اهتمام اكتر، بتلاقي الناس كانت خارجه بتضحك مع بعضها. يعني احنا مستنيين، احنا في انتظار كل ما ستمليه لجنتكم، واحنا يعني بنؤكد ان الحوار الوطني حوار يتسع للجميع على ارضيه الوطن، الكل يناقش سواء الجمعيات الاهليه زي ما شفنا، سواء النقابات المهنيه او حتى العماليه، الكل يشارك ويقترح، في انتظار ما ستسفر عنه هذه اللجان من توصيات ستقدم الى سياده الرئيس من اجل تنفيذها وتطويرها في المستقبل القريب. اكيد. كل الشكر لحضرتك الاستاذ مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنه المجتمع الاهلي والنقابات في الحوار الوطني، شكرا لوجودك. شكرا لحضرتك. شكرا لفضلك. وكده خلصت حلقتنا النهارده، كنت معكم انا مصطفى كفافي، وكان بصحبتي زميلتي العزيزه منى الشرقاوي، وكان بصحبتنا ايضا زميلتنا لميا حمدين. بنصبح عليكم مره ثانيه، صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.